هاد الندوه اليوم كتجي في اطار المخرجات يعني اللي كنا تجمعنا في احد الملتقيات كطلبه مغاربه، وكنا في نقاش حول يعني المشاكل والصعوبات اللي كيعانيو منها الطلبه في مسارهم الجامعي والاكاديمي. وبالتالي كانت من المخرجات والخلاصات الاساسيه اللي جمعنا عليها كطلبه مغاربه هو انه اليوم في اطار الاليات الجديده اللي مكنا منها الدستور المغربي خصوصا المتعلقه بالديمقراطيه التشاركيه، قررنا كطلبه اننا نوجه للسيد رئيس الحكومه عريضه وطنيه متعلقه بتعديل المرسوم الذي يحدد شروط وكيفيه الاستفاده من المنح الجامعيه وحنا في خضم يعني دراسه المرسوم والمواد ديالو، يعني لقينا بزاف د المواد تقريبا 5 أو 6 مواد اللي لازم اليوم اننا نراجعوها، متعلقه اولا بشروط الاستفاده من المنحه الجامعيه. الشرط الاول هو شرط العلمي، ثم الشرط ديال الاستحقاق الاجتماعي وفيها نقاش كبير، ثم شروط اخرى متعلقه بتحديد الكلفه الماليه اللي كتعطيها وزاره الماليه للمكتب الوطني للاعمال الجامعيه والاجتماعيه والثقافيه المخصص لهذا الغرض المنحه. حنا حتى هذيك حتى الاليه كيفاش اليوم الدوله او الوزاره المعنيه بالموارد الماليه اللي كترصد هذه العمليه هذه، قلنا انه خاصو يتفتح فيها نقاش، لانه لا يمكن اليوم نعولوا خصوصا انه اليوم المغرب نتوجه الى الدوله الاجتماعيه، وما يمكنش نتحدثوا على دوله اجتماعيه دون الاهتمام باحد الركائز الاساسيه للمجتمع اللي هما الطلبه اللي كيتعتبروا طالعه تكتيكيه للمجتمع، وهما السلم الحقيقي للبناء المستقبل ديال اي بلاد. وبالتالي حنا الا ما وفرناش للطلبه المغاربه اليوم الشروط اللي غادي تضمن لهم الاستمرار في مسارهم الاكاديمي بواحد الشكل يعني على الاقل كيهنيهم من المشاكل الماديه، كنعرفوا جميعا انه اليوم الدراسه اصبحت مكلفه جدا، يعني المطبوعات الكتب التنقلات يعني من مكتبه الى اخرى، وهذا الشيء يعني ما يمكنش الطلبه يتحملوه يعني بديك المنحه الهزيله اللي اصلا الا كنتحدثوا على 1,200,000 طالب اللي عندنا في المغرب، فقط 200,000 او اقل من 200,000 اللي كتستافد منها. وحتى ديك المنحه يعني ملي كنقولوا مثلا السلك الاول المتعلق بالاجازه 1,800 درهم لمده ديال 3 اشهر شنو يقرا بها طالب. دونك هذا هو السياق اللي كتجي فيه هذه الندوه، وكنتمناو يعني من جميع شرائح المجتمع بشكل عام يتفاعلوا مع هذا المطلب مع هذه العريضه هذه ويعني ونخارطوا في التوقيع فيها بكثافه، وخصوصا الطلبه، لانه اليوم الا كنا كنعولوا على الدوله الاجتماعيه وكل ما يعني كنحاولوا اليوم نوصلوا ليه في كدولة مغربية ما يمكنش نوصلوا ليه الا الا ما بنينا واحد الجيل ديال الطلبه اللي قادر على اولا تحصيل في ظروف جيده، ثم لانه تحصيل في ظروف جيده هو اللي كيعطي واحد المساحه كبرى للتفكير يعني والانخراط، وكذلك يعني لزرع روح الوطنيه في الطلبه اللي هما غدا هما رجال المستقبل. دونك حنا كنتمناو انه يعني خصوصا الطلبه يتفاعلوا مع هذا المطلب اللي كان نعتقدوا انه مطلب يهم الجميع وليس متعلق بفئه معينه. جاءت هذه الندوة في سياق دستور 2011 الذي اعتبر الديمقراطية التشاركية من أهم أركان الدولة أو الدولة الاجتماعية، وبالتالي قررت منظمة طلبة الاتحادين أنهم يقوموا بهذه الندوة الصحفية من أجل تعميم المنحة الجامعية التي هي تعتبر آلية من آليات الديمقراطية التشاركية التي نص عليها دستور 2011 واللي هي كتعتبر من المستجدات ديال دستور 2011. وبالتالي هذه الندوة الصحفية جاءت في سياق تعميم المنحة الجامعية لجميع الطلبة. علاش؟ حيت كنلقاو بأنه مثلا عندنا واحد المليون وكثر من مليون ديال الطلبه، وهاد الطلبه كنلقاو بان 200,000 ديال الطلبه فيهم او اقل اللي كيستافدوا من هاد المنحه الجامعيه. وبالتالي حنا قررنا اننا نديروا واحد العريضه نقدموها لرئيس الحكومه من اجل مراجعه المرسوم المتعلق بالمنحه الجامعيه. هي عريضه غادي يتم التوقيع ديالها من طرف الطالبات والطلبه اللي هما المعنيين، هي من جميع المواطنين، وانما من عند الطلبات والطلبه اللي حنت هما المعنيين
التامين بشكل اساسي في هذه المنحه الجامعيه. لحقاش الطالب ما يمكنش انه يكون طالب وكيقرا وغادي يمشي يخدم اون ميم طون، كيفاش غادي يقدر انه هذا الطالب اش من مورد عنده باش انه غادي يقدر ياخذ الكتوبه مثلا؟ كنلقاو مثلا غير في موديل واحد كتقدر تلقى انه كاين واحد الكتاب اللي داير 150 درهم 200 درهم، والطالب ما استطاعتوش انه يمشي يشري هذا الكتاب، وبالتالي هذا الشيء كيقدر ياثر على المسار الاكاديمي ديالو. وبالتالي ملي كنلقاو انه هذا الطالب عنده ولو على الاقل واحد المنحه جامعيه كيقدر انه يستفد منها، كيقدر من ديك المنحه الجامعيه كيقدر انه يشري الكتوبه، انه يقدر يتنقل للكليه، انه يقدر يصوب لاكارطه ديال الطوبيس اللي هما من الوسائل الاساسيه اللي كتخلي ان الطالب يجي للكليه ويجي انه مرتاح ويقرا انه مرتاح.